الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثكم خاصي وناقشات المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب واللايك حتى يوصل المقطع على أنحاء المنصة، وبإمكانكم دعم القناة بواسطة الاشتراك فيها، الضغط على زر الاشتراك والسبسكرايب، ولا تنسون تفعلون التنبيهات حتى يوصل جديدنا في وقته، وأيضا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي بتحصلونها دائما في خانة الوصف. فإحنا ندخل بالعديد من المواضيع ونحاول نتناقش فيها، وبهالموضوع بنتكلم عن آخر ما حصل في منصات التواصل الاجتماعي والضجة اللي سوتها أحد قنوات الإعلام التقليدي، أو زي ما نسميه الإعلام الماضي، أي أنه مضى وعاف عليه الزمان. فاللي صار أن فيه برنامج على قناة MBC واسمه حراك مع ملاك، والبرنامج ذا حوار يتكلم عن مواضيع في المجتمع وطابع جريء، وصراحة فيه بعض المواضيع اللي تكلموا عنها قد تحتاج الواحد يسلط عليها الضوء، مثل التحديات اللي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى تنمية المواهب ودعمها، وأيضا فعاليات هيئة الترفيه. لكن المواضيع اللي لاحظنا أنهم خذوها طابع يحتاج النظر إليه، وهي مثل المواضيع اللي تخص تغيرات في المملكة العربية السعودية، واللي سموها في البرنامج تغيرات متسارعة، وأيضا تكلموا عن مشاكل الزواج اللي ما توفقوا فيها، وآخرها شهرة منصات التواصل الاجتماعي، واللي استضافوا فيحان وهو أحد أصحاب المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي، وله قناة أيضا بمنصة اليوتيوب ويعرض فيها محتويات ترفيهية تستهدف الأطفال. فبرنامج حراك مع ملاك كان يتكلم عن شهرة منصات التواصل الاجتماعي، وأجرى لقاء كان أغلبه مع أطفال، لكن استضاف فيحان، وكانت الأسئلة اللي تجيه فيها هجوم عليه، فقامت مذيعة البرنامج كانها تستخف بفيحان والمحتوى اللي قدمه، وايضا حملتها المسؤوليه بسبب انه ما معه شهاده عليا، وانه مو مخول لها بسبب ان ما عنده الشهاده. ايضا في اللقاء نفسه يوم اعلن فيحان عن دعمه لعيادات الاحتياجات الخاصه، قامت تتهزا المذيعه فيه ورجعت الموضوع الشهاده من جديد. طبعا البرنامج عرض في شاشات التلفزيون، وحطوا مقتطفات منه قناتهم في منصه اليوتيوب، واحد هالمقتطفات والمذيعه ملاك الحسيني مختتمه الحلقه وتقول ان مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تفرض واقعنا اليوم، واننا ما نقدر نستخف الجماهير بالعالم المتسع بالمعلومات اللي فيه، وعرضهم البرنامج والحراك الإيجابي والسلبي فيه ما هو معه ولا ضده. وقالت رسالة أخيرة وتقول فيها: لا تسلم عقلك لغيرك، واحكم أنت بنفسك على الأمور. طبعا اللي بيشوف المقطع في منصات التواصل الاجتماعي وخاصة في اليوتيوب، فجته كمية ديسلايكات وردة فعل سلبية تجاه المذيعة والبرنامج في خانة التعليقات. لكن الشيء الإيجابي اللي لاحظناه في منصة اليوتيوب، طلعوا أصحاب المحتوى وخاصة من الشباب السعودي اللي قاموا ينصفون بالموضوع، مثل قناة قصص عبد الله بمنصة اليوتيوب اللي حذر من التنمر على الآخرين، وتكلم عبد الله عن تأثير فيحان الإيجابي على أخوه الصغير، وحتى لام المذيعة أنها حرضت الأطفال أنهم يتكلمون بشكل سلبي على فيحان، حتى تعرضوا الأطفال لتنمر. بالإضافة إلى سامي عواد الشمري في منصة اليوتيوب، فالأستاذ سامي تكلم عن أثر فيحان على أولاده، وأن أفعاله كان لها تأثير إيجابي على أطفال المجتمع يعجز عن فعله العديد من الأشخاص اللي يحملون الشهادات العليا. أيضا ننسى عبد العزيز البكر اللي تكلم عن شهرة فيحان وكيف وجد هالمحبة من الآخرين، وأن المشكلة ليست في أصحاب المحتوى بمنصات التواصل الاجتماعي، بل قال أن هناك مشكلة أكبر وهي الألعاب الإلكترونية. لكن لا ننسى أيضا مهند صاحب قناة هنودي آسم اللي دائما يبدع في نقده واختيار المواضيع، واستنكر مهند استقعاد المقدمة الفيحان، وأيضا تكلم مهند عن حال فيحان وأنه كان محترم في البرنامج، وأيضا للمذيعة بأسئلتها المستفزة. أيضا مهند عرض تصريح فيحان عن أن البرنامج شالوا بعض أجوبته اللي رد فيها على المذيعة وعلى بعض أسئلتها، لكن ختم مهند أن هذه مشكلة الإعلام التقليدي أو الماضي، وأنه دائما يقلل من قدر أصحاب المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي. أيضا لا ننسى أحد أصحاب المحتوى اللي دخلوا في الآونة الأخيرة، وهو مستر كول، واللي أيد مهند في رأيه عما حصل، وتكلم عن ميزة اليوتيوب أن المشاهدات اللي تجيه بسبب تنوع المحتوى عند أصحاب القنوات. أيضا سلمان العمري أو العمري طالب بإيقاف ومحاسبة البرنامج على الاستهتار اللي جالس يصير فيه، وتكلم أيضا عن تأثير فيحان الإيجابي على الأطفال، بالإضافة إلى عبد الله المالكي في منصة اليوتيوب اللي فعلا أصاب في وصف برنامج حراك مع ملاك أنه برنامج فارغ ولا يحمل المصداقية في المواضيع، خاصة في موضوع قضايا الزواج، واللي وضح عبد الله المالكي حال المذيعة ومشاكلها مع الزواج، وأيضا الإعلانات المكذوبة اللي اختاروها البرنامج في الماضي، وكانت نفس المذيعة قد أعلنت عن إعلان تم تكذيبه من الشركة. أيضا تكلم عبد الله المالكي أن فيحان عنده هوية وطنية وله تأثير أكبر من الإعلام، وخاصة أن الإعلام الماضي ما يبي هالهوية الوطنية بكون وسائل الإعلام القديم أو الماضي لا تزال تابعة للتوجهات الغربية. لكن اللي أحسن وأبدع في تحليل الموضوع وهو صاحب قناة فهد وعياله، اللي تكلم عن مقاطعة فيحان بشكل متكرر في اللقاء، واستعلاء المذيعة على فيحان، وأيضا استخدام الأطفال للإثارة لرفع المشاهدات، ومع ذلك دور فيحان في تهدئة الموضوع ومساندة الأطفال اللي تم التنمر عليهم. أيضا وضح نقطة الأستاذ فهد واللي تخص الأسئلة المغلقة اللي كانت تطرحها المذيعة على فيحان وتبي تبينه في وضع محرج، وأيضا وضح منتجة المقابلة وقص ردود فيحان في اللقاء اللي تدل
تدل على حالة إفلاس الإعلام واستخدامهم لهالنوع من الأساليب. لكن إذا رجعنا وشفنا حال الإعلام التقليدي أو الماضي، وخاصة إذا ركزنا على برنامج حراك مع ملاك، فهو لا شك أنه يستهدف الأشخاص اللي يتابعون التلفزيون. والحين لو سألنا أنفسنا من اللي يتابع التلفزيون، هم اثنين ما لهم ثالث، يا شيبان اللي هم كبار السن، ولا في الغالب يكونون الأجانب الأشخاص اللي ما هم من أبناء الوطن. لا، ولاحظوا هالوقت صار الناس يشترون التلفزيون يخلونه أثاث، يعني بعضهم حتى يعامل التلفزيون معاملة شايب، يخلونه شغال ويروحون ويطلعون. يعني صدق لا قالوا لك شايب بثر في مجلس، وكل شوي يتناوبون عياله طالعين داخلين. عاد التلفزيون صاير نفس حالة ذا الشايب البثر، اللهم أنه يقرقر على البيت كله. فبعض الناس الآن صار يحط التلفزيون وخليه شغال ولا ينتبه حتى للبرامج اللي تعرض فيه، والغالبية صاروا ما يدرون شو يسوون بالتلفزيون، بل يخلونه فقط أثاث في المنزل. يعني حتى سلك التلفزيون مفصول ما هو مشبوك، يدل أنه يعني ما عمره اشتغل. لكن لو ركزنا على برنامج حراك مع ملاك وكيف عرض البرنامج وطرح الآراء، فدايم وحتى هم كاتبينها في الوصف الموجود بقناتهم على منصة اليوتيوب وحتى على باقي حسابات منصات التواصل الاجتماعي، فيصفون برنامجهم على أن مواضيعه ذات جدل في المجتمع، وأنه عنده مساحة للنقاش الجريء يخليك تطلع اللي براسك. أنا مدري وش قصة ذا العالم اللي يختارون لهم مسميات علشان يجذبون الجمهور فيها. وبعدين ذي نلاحظها دايم عند المنتجات اللي تبي تسوي فيها وطنية وهي من جنبها. والله العالم أنا ما أدري هل اللي يختار الجمل هذه والمقولات واحد من أبناء وبنات الوطن، ولا في الغالب يكون واحد أجنبي. لأن إذا قلنا مساحة للنقاش الجريء يخليك بين قوسين أو بين هلالين تطلع اللي براسك، فكأنهم ناويين يتكلمون عن قضايا فعلا عالقة في رأس أفراد المجتمع وتحتاج الواحد يتكلم عنها. وصراحة البرنامج له شهر، وإلى الآن مواضيعه زي ما قلنا أغلبها ما توصل المستوى اللي تخص المواضيع اللي عالقة بروس بعض أفراد المجتمع. لكن يمكن قصدهم وزي ما يفهمها بعض الأجانب غلط تطلع اللي براسك، أي أن في خاطرك شيء وودك تقوله. طبعا هم ظهور البرنامج وشكله حاط الشباب والبنات في مقاعد مختلطة، لا وبعضهم لابس الزي الوطني شماغ وعقال، لا وحاطين جنبه بعد بنات منقبات، وكأنهم يعني ما بينهم مساحات كل واحد قاعد جنب الثاني، وكأنه يوضح أن الشباب والبنات من أبناء وبنات الوطن، ويبي يرسم صورة في ذهن المشاهد أن ترى شوفوا شباب وبنات اليوم ما عندهم مانع يجلسون جنب بعض ويفتحون مواضيع ويطلعون اللي في رأسهم. وصراحة أنا مدري من هاللي بيسمح لنفسه أنه يجلس بناته بين شباب، وفوق هذا الأدهى والأمر وشان ذا الشباب رضوا أنهم يجلسون بهالشكل. وبعدين حتى هالبرنامج مقسم، يعني يقدرون يحطون قسم للبنات يجلسن لحالهن وقسم للشباب إذا هم يعني بتفكير المتحرر أو التعددي اللي دائم تتبناه محطات الإعلام التقليدية أو الماضية، لكن حركة ما هو بمتوفقين فيها. لكن نسألنا أنفسنا ليش الإعلام يستضيف أصحاب المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي مثل فيحان والأطفال اللي استضافاهم في البرنامج؟ والحقيقة في الموضوع زي ما قلنا، وهو افتقار المواضيع اللي اختارها الإعلام التقليدي أو الإعلام الماضي. فهو دائم ما عنده مواضيع وبنفس الوقت بيحقق مشاهدات، فهو هذا رزق الإعلام الماضي أنه يدور مشاهدات وتقييم حتى يلقى مستثمرين ومعلنين. وبعدين لو تلاحظون أغلب برامج محطات الإعلام إذا استضاف واحد من أصحاب المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي دائم يركزون عن موضوع يخص المنتجات وإعلانها، ويقومون يحذرون من أي شخص يقوم يعلن هالمنتجات للمتابعين اللي عنده، ويقومون بعضهم حتى يشكك بالمنتجات اللي يتم الإعلان عنها في منصات التواصل الاجتماعي، وكأنها حركة من الإعلام الماضي أني أنا ترى خطر أنكم متابعون منصات التواصل الاجتماعي، لأن ترى عندهم منتجات يروجونها مكذوبة أو أحيانا تكون خطرة على من يشتريها. لكن السبب الأهم من هذا وهو الضرر الأكبر اللي بيحصل عند المعلن الأكبر. طبعا من هو المعلن الأكبر؟ أنتم الحين إذا طلعتوا في الشارع الله يحفظكم تشوفون إعلانات في الشوارع، وأكيد الإعلانات اللي في الشوارع ذي مبالغها للي يبي يعلن عندهم ما برخيصة. وأكيد إذا أنتم والله راكبين السيارات أو شغلتوا المذياع أو الراديو تسمعون هالإعلانات، ولا شك أن الإعلانات حتى في الراديو بعد لها سعر أكثر من السعر اللي يصير في الشوارع لأنها منتشرة على أنحاء المنطقة. لكن لو تبون تشوفون أسعار الإعلان في التلفزيونات فهي يمكن تعتبر الأغلى، وهذه مشكلة الإعلام الماضي مع أصحاب منصات التواصل الاجتماعي واللي يطرحون محتويات فيها. فأصحاب المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي إذا قاموا يعلنون، هذا أول شيء دعم للشركات الصغيرة وخاصة المحلية، حتى وإن كانت بعضها الإعلانات ما تم تجربة منتجاتها. فأصحاب المنتجات وخاصة اللي توهم بادئ مشروعهم مو قادرين يعلنون في الشوارع أو بالراديو أو حتى بالتلفزيون، فيروح لأصحاب منصات التواصل الاجتماعي ويعلن عندهم بأسعار رمزية ويحقق أرباح من بيع المنتج بعد ذلك. طبعا التلفزيون والراديو والصحف ما تبي هذا الشيء، كذا ليش دائم تركز في موضوع المنتجات؟ حتى في برنامج حراك مع ملاك اللي استضافوا فيه فيحان وحتى تكلموا عن موضوع إعلان أصحاب منصات التواصل الاجتماعي في عرض هالإعلانات بمحتوياتهم. طبعا حتى النقطة الثانية اللي هي تخص أن أصحاب منصات التواصل الاجتماعي مشاهدتهم أكبر من الإعلام الماضي وأكثر تأثير مقارنة بهالإعلام الماضي والأذرع اللي عنده، سواء كانت الصحف ولا المذياع والراديو أو حتى محطات التلفزيون. فحرب الإعلام الماضي مع الإعلام الجديد اللي هو منصات التواصل الاجتماعي هي بسبب الخوف من مواكبة الجمهور والرغبة عند
محطات الإعلام الماضي في تحقيق أرباح أكثر من خلال المساهمين، لكن مشكلتهم لا تزال في توجههم التحرري في المجتمعات المحافظة. فإحنا في البلاد العربية والإسلامية ولله الحمد ما نرضى ظهور النساء بتبرج، لكن الإعلام يقوم يظهرهن علشان بس يلقى تقييم وأيضا مساهمين أكبر عندها الشركات الكبرى. فالإعلام الماضي لا يزال تركيزه وهدفه الأكبر تحقيق الأرباح وليس التأثير الإيجابي على المجتمع، بل أصلا من عرفناه وهو تأثيره سلبي. وفوق هذا نستغرب أيضا عناد الإعلام الماضي في طرح البرامج حتى في منصات التواصل الاجتماعي، والسبب علشان يصير البرنامج حقهم حصري على شاشاتهم ولا محطاتهم اللي أصلا ما حد يتابعها. وفوق ذا كلها تبي تقلل من نسبة المتابعين، أو لا ننسى أيضا اللي هو خوف الإعلام الماضي من آراء الجمهور اللي يصعب إسكاتهم في منصات التواصل الاجتماعي. فأكيد ما يخفى عليكم التعليقات السلبية والنقد بشتى مستوياته موجود في منصات التواصل الاجتماعي، مو زي الإعلام الماضي زي التلفزيون والمذياع والراديو أو حتى الصحف هم اللي يتحكمون بآراء الناس. لا، منصات التواصل الاجتماعي يدخل عليك الجميع، فالإعلام الماضي أخاف من هالشيء. لا، وتدرون بعد وشطام مال الكبرى إن أغلب محطات الإعلام الماضي ما يعرفون حتى يديرون حساباتهم. لا، وحتى برنامج حراك مع ملاك اللي بيروح يشوف حسابهم في منصة اليوتيوب أغلب المقاطع اللي يحطونها مقتطفات، وفوق ذا كله لو رحنا شفنا وصف القناة حاطين رابط غلط وحسابات التواصل الاجتماعي غلط. هذا وهم محطة تلفزيونية، يعني ميزانية وفلوس وإعداد، وفوق ذا كله معروفوا يحطون منصات التواصل الاجتماعي حقتهم بالشكل الصحيح. لكن شيء جيد أننا دائما ندعم أصحاب المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة الأشخاص اللي تكلمنا عنهم قبل شوي، وبحط لكم روابط مقاطعهم في خانة الوصف من باب الواحد أنه يشوف محتواهم واللي حاب يدعمهم، لعل نتمكن جميعا في مشاركة آرائنا وأفكارنا ومواجهة الأفكار والحملات الضارة والسلبية في منصات التواصل الاجتماعي ونتمكن من تغييرها. لكن شاركونا آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب وادعموا القناة بواسطة الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات، وأيضا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها في خانة الوصف حتى نتمكن دائما في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.